الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسلا، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا، وبعد، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا، بالبر والإحسان والخير والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، نسأل الله ألا يحرمنا أجرها وألا يفتنا بعدها. نجلس سويا على موائد القرآن، حفص وورش وحمزة بروايات في القرآن يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدلنجان محافظة البحيرة. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا
واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات
فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من له ما سلف وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا البيع مثل الربا ذلك
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا واتقوا يوم
وهم لا
الله العظيم.